النهاردة عندنا الحلقة تصوير خارجي من خليج العقبة، وهو دراع من فرعي البحر الأحمر. النهاردة هنتكلم على معلومات طبية مهمة جدا عن فوائد مية البحر وفوائد البحر الأحمر وفوائد الأسماك وفوائد علمية ونفسية للإنسان. هناخدكم كده، معلش أنا بحط صوت برضو موج البحر في الخلفية عشان تحسوا بالمكان أكتر، لأن التصوير والكلام كان صعب جدا. ده البحر الأحمر، ودي ميته، مية البحر وصوت البحر وملوحة البحر. البحر الأحمر هادي جدا وخليج العقبة، والنهاردة هنتكلم عن ماء البحر وفوائده لجسم الإنسان، لجلد الإنسان، لعظام الإنسان ولحالته النفسية. تعالوا كده نشوف مع بعض. أحمر من أهدى وأغرب البحار في العالم، يمتاز بالملوحة الشديدة بسبب نسبة التبخر العالية، ويمتاز بشفافية المياه وزيادة نسبة الأكسجين على سطحه، وتتراوح درجة الحرارة على سطح البحر الأحمر ما بين 20 ل25 طول السنة، مما يجعله مرمى لكل السباحين والغطاسين في العالم. أما في عمق البحر تحت حوالي 50 متر توصل درجة الحرارة ما بين 40 إلى 70 درجة مئوية. تساعد الأملاح وبالذات المغنيسيوم بتاعة البحر الأحمر في ترطيب وتحسين البشرة وتجديد خلاياها والتخلص من جفاف الجلد والقضاء على الندبات. كمان بتستخدم في علاج القرح والجروح علشان الصوديوم واليود الكتير الموجودين فيه. لمية البحر فوائد كتيرة جدا للجسم، منها انه ينفع غسول للفم بيكتبه بعض اطباء الاسنان، منها ان الاستحمام في البحر بيقلل من التهاب العضلات والتهاب الجلد زي ما قلنا، منها تقوية المناعة لأن أملاح البحر بتحتوي على عناصر حيوية كتيرة، مش بس أملاح معدنية بس، كمان في أملاح أمينية وفي فيتامينات وفي مواد جيدة جدا موجودة في مياه البحر. كمان مياه البحر عموما والبحر الأحمر خصوصا بتحافظ على ضغط الدم، وبتعمل زيادة في الدورة الدموية وتنظيم الدورة الدموية. آخر نقطة انه كمان بتقلل التوتر وبتستخدم في علاج نفسي، ودي بالذات هنعمل لكم عليها حلقة مخصوص. الحقيقة في بقية الفيديو ممكن تلاحظوا ان الصوت مش كويس، لكن انا حبيت انكم تستمتعوا معانا بالطبيعة واحنا بنصور خارجي، واتمنى ان بقية الكلام يعجبكم، وياريت تسألوا لو في حاجة مش فاهمينها او صوتها مش واضح، وتكتبوا الكلام ده في الكومنتس تحت. بنحييكم بمكان جميل جدا هتشوفوه كده، ده شاركس باي في شرم الشيخ، مكان من اجمل بقاع العالم واهدى مياه البحر، ومن اكتر الاماكن الصحية اللي الجو فيها جميل طول السنة، وبيجي هنا ناس دايفرز، بيجي ناس هنا سنوركلينج، بيجي ناس بيعملوا سويمينج من كل انحاء العالم، ناس بيعملوا غطس، ناس بيعملوا سباحة مائية من كل أنحاء العالم. مكان رائع. في المكان ده اتقابلنا مع بعض الناس اللي شغالين في الغطس عن فوائد مية البحر. مية البحر جميلة، الحياة على البحر راحة نفسية وعلاج نفسي. ازاي الدكاترة النفسيين في العالم كله وليه بينصحوا ان الواحد يروح يا يعيش جنب البحر، يا ينزل البحر، يا يقعد جنب البحر يرتاح نفسيا؟ ايه السر في البحر؟ كم ميز فيتامين؟ عاملين سلطة عشرة. ورجعنا لكم تاني ومعنا دكتور مجد المحمدي، طب وتنمية بشرية. النهاردة بنتكلم على فوائد مية البحر الجميلة. مية البحر مهمة جدا للجلد لأنها بتزود الدورة الدموية، بتنشط الدورة الدموية، بتساعد في علاج كثير من الأمراض. ناخدها كده من فوق، حب الشباب، السورياز اللي هي الصدفية، الإكزيما اللي هي أنواع من الحساسية،
انواع من الكافيتيريا وانواع من البقع اللي بتطلع ملهاش اي علاج او اي حل في كل العالم، من اجمل المحافظه اللي بتعالج حالات البحر الميت. هنا برضو عندنا في البحر الاحمر نسبه الملوحه هنا عاليه جدا. اللي بيحصل بقى علميا المواد اللي موجوده صوديوم بوتاسيوم كالسيوم يود مغنيسيوم زنك بتدخل تحت الجلد وبتعمل ريجنريشن للخلايا. كمان الحاجات دي ممكن تدخل جوه المفاصل فبتعمل برضو تحسين المفاصل وتحسين العضلات وتقويه للعضلات. يبقى كويسه للمفاصل ميه البحر، كويسه للبشره والجلد، كويسه برضو للشعر. ممكن يعني ميه البحر حاجه مهمه جدا انك تقضي على القشره او بتقلل القشره، يبقى دي فايده ثالثه. فايده رابعه انها بتساعد في التئام الجروح، بتساعد في الووند هيلينج. في دراسه امريكيه بتقول ان ثلاث اضعاف سرعه الووند هيلينج في الجسم ثلاث اضعافها في ميه البحر تزيد السرعه دي. ليه بقى؟ لان عوامل التغلط بتاعت عمليه التئام الجروح دي عملية خطيرة طويلة جدا في حوالي 13 عامل، منهم 9 عوامل موجودة في مية البحر. فإذا يحصل هيلينج بسرعة ويحصل التئام الجروح بسرعة. مهم جدا مية البحر برضه لزيادة المناعة. لما بدخل كالسيوم وصوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وتريس إيلمنتس كتيرة جدا في حاجات حتى مش معروفة زي النحاس. الحديد موجود بنسبة، قلنا إن في حلقة الحديد وحلقة الزنك لو تفتكروا إن حالب البحر لو كلها الانسان مطبوخه بتزود نسبه الحديد ونسبه الزنك عندك. كمان في حاجه مهمه جدا وهي اهم حاجه اللي قناتنا سمعتها في التنميه البشريه، هي الحاله النفسيه. الحاله النفسيه كويسه، البحر بيقولوا ان هو مكان لتقابل العشاق، مكان للانسان اللي فقد حبه وبيعوض، لان حركه البحر وحركه طول البحر بتحرك الانسان. من احسن الاماكن لعلاج المريض النفسي هو الوجود على البحر. اخر حاجه بقى الاستحمام، ممكن سويمنج، الكانون ذا كابر عليه البيت صوت ذا بيبل ار سويمنج از فيري امبورتنت هيلثي بروسيس لوزينج ويت فور ميكينج يور بودي اند سكين اند يور هير ماتش بيتر. اتمنى تكون الحلقه عجباكم. لو الحلقه عجباكم يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. كان معكم ماجد المقربي، طب وتنميه بشريه.